جو كبير برشا برشا. المهدية هالمدينة اللي يحبوها الناس اللي يمشيوا لها الناس زادة ماليها بالطبيعة يحبوها ويحزوها وهي في قلبهم عندها مكانة كبيرة، لكن زادة اللي يزور المهدية اللي يراها مرة اللي يمشي لها أكيد تبدا عندها مكانة خاصة جدا عنده. المهدية هي تنفكر للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا هي أول عاصمة للخلافة الفاطمية، وبعد توسعت مشيت لبرشا بلايص أخرين في المشرق. زادة بعد ما كانت مركز تجاري بحري بوني هي مدينة تاريخية مهمة جدا باعتبارها أول حواضر الفاطميين كما قلنا المعز لدين الله الفاطمي، اللي بعد مشي وبنوا القاهرة، قاهرة المعز ذاك علاش يسميوها. دونك هي اللي كانت العاصمة متاعهم زادة في شمال إفريقيا اللي ما فيها الملك متاعهم، وتشكلت معاه المعالم متاع الحكم متاعهم زادة، ولا جاهز في التوسع أكثر وأن يكون قوي أكثر. هي ثاني عواصم الخلافة بإفريقيا اللي هي تونس طبعا كانت تسمى إفريقية بعد القيروان. دونك هي برشا الناس يقولوا بنت القيروان والمهدية هي أم القاهرة، دونك تسميات كبيرة برشا لهالمدينة هذه. وقت اللي تمشي تشوف قديش حضارات موجودة في المهدية اللي تقول لك تعديوا لهنا اسبانيور، الفاطميين، البنيين، الحفصيين، الحسينيين، والكلهم خلوا أثر في المهدية، معناتها أثار كبيرة وكبيرة برشا اللي موجودة في هالمدينة هذه اللي فيها شريط ساحلي في 75 كيلومتر. من أحلى ما تشوف زادة من البحورات، حاجة تذهب العقل وتذهب الشيرة كما يقولوا بالتونسي، تلمو من زين البحر متاع المهدية. لكن هالمهدية هذية والمدينة الجميلة واللي تاريخها ضارب في القدم والحضارات هذوما الكل تعديوا فيها، يقول قايل نغم الموت تكون جنة على وجه الأرض زادة بهالكنوز اللي موجودين فيها، لكن ما تخلوش من المشاكل. وهذه اللي نحبوا زادة نوصلوه، نحبوا نوصلوا صوت المهدوية، يقول لك ايه احكيوا علينا بالبيه، ما زادة قولوا علينا الحاجات اللي نحبوا نحسنوها، على خاطر بالنسبة لنا مهدية لازمها تكون في صورة أحسن، وإحنا فرحانين اللي كل يوم نوصل الصوت. ديوانة فام تحب تكون صوتكم، وهذه أنت الصوت. أنت الصوت، أنت الصوت، أنت الصوت. ومعانا باش يجاوبنا على أسئلة المهدوية والأسئلة متاحهم والمشاغل متاحهم اسكندر ميزة، ناشط في المجتمع المدني، ونشكره برشا اللي هو موجود معانا اليوم على ديوانة فام. يا صباح نور اسكندر، كل عام وانت بخير ورمضانك مبروك. بارك الله فيك عسام مدنزان، وكل مرحبا ومرحبا بديوان فان. اسكندر ميزة دونك ناشط المجتمع المدني في جمعية مهدية تواصل ومهدية أصالة وجمعية نسائية، حصلوا برشا برشا جمعيات ما مشاكين دايما نشاطك يا اسكندر. باهي احنا نبداو وربي يشد فيك، ناخذ الريتريت ومو على الاقل ما نقعدوش قاعدين. لا اكيد ربي يشد فيك وربي يبارك في عملك زاده، وهذا مهم جدا ان الانسان يحاول من اي موقع كان، في الغوتريت مش في الغوتريت، صغير في العمر، ان انفون، انه ينفع نعلموا الناس ونعلموا رواحنا ونعلموا بعضنا انه مهم انه ننفع بعضنا، رغم من اسرار السعاده انه زاده نحاولوا ننفع بعضنا. حسيلو موضوع كبير هذا سي اسكندر، بيه هيتو نقعدوا في المهديه ونحكيوا على المهديه الجميله، المدينه اللي يحبوها الناس، معناتها ابار ماليها بالطبيعه اللي يحبوها برشا، لكن زادة عندها مكانة عند الناس اللي زاروها ويعرفوها. هالمدينة هذه اللي عندها كل شيء باش تكون عندها إشعاع كبير برشا، اليوم تعاني في مشاكل بدائية خلينا نقوله. المشاكل هذه مثلا المصب الفضلات متاع طريق بومرداس اللي قاعد يتحمل أكثر من طاقته، ومن المشاكل الكبيرة في تونس هي المشاكل البيئية والمشاكل متاع التلوث، والمهدية تقول لك احنا نعاني في المسألة هذه. هو تودي شارج متاع المهدية المصيبه الكبيره نجم نقولوا، علاش خاطر دون التلوث اللي قاعده تصير فيه، ولا كي تحرق زبله ترجع كومبليتوم على المهديه. المهديه معناتها سيتي فيل توريستيك، معناتها كل شيء بيئه، معناتها نجم نقولوا معناتها كارثه كارثه. وهذه الشارجه اللي يجي نحكيوا عليها يجيو للزهره يشوفوا يعملوا نمشيو ما فما حتى شيء. هنا هذه اول حاجه اللي لازم تتصلح في المهديه هي الديشارج هذه، وراهو هالديشارج هذه معطله مشروع، نجم تقول معطله مشروع الكبير نتاع المهديه اللي هو ان شاء الله قلت ربي الفيتور نتاعو، اللي هو مشروع بن غياضه، صفقه بن غياضه، نرجع بعد نحكيو كلمتين عليه. الديشارج في قصور السيف ابارامون فما انفستيسمون صار في بقعة وحضروها واحد وكل شيء، في الأخرى لقيتها أبوندوني، ما نفهموش علاش أبوندوني، علاش الأهالي ما وافقوش، دراسة الجدوى ما كملتش، شنو الحكاية؟ فما حسب ما نعرف فما أهالي ما حبوش، لكن المشروع معناتها تقدموا تقريبا حكاية ما نعرفش بين 40-50% وقعد واقف أبوندوني، نجم تقول لقيتها أبوندوني وفاتكم.
هذه حاجه لازمها تتصلح وتتصلح معناتها في اقرب وقت الديشارج نتاع المهدي. عن المشكله الثانيه هي كونسيرن لا سونتي سونتي في المهديه السبيطار المهديه. السبيطار المهدي اللي انا باش نسال عليه على خاطر المستشفى اسمه طاهر صفر للناس اللي ما يعرفوش، والمستشفى هذا قاعد يعاني في معاناه كبيره برشا اكثر من هذا، خطر داهم في المستشفى نتاع طاهر صفر اللي فيه اقسام مهدده كريمو انها تطيح. هذا هو فماش بوادر انه هذا يتحل انه يتلقى اي اللي صاير تويك هم قاعدين يصلحوا، صارت اتيود بريليمينير وعندها 3 أو 4 سنين الحكايه مش شويه راهو وجاو عملوا زيتيود، الزيتيود اللي تعملوا ابارامون لي ديبونس اكثر من اللي تحط في الاتيود بريليمينير معناتها الكونستا اللي صار وقت الحاضر قاعدين يخدموا مثل يخدموا بطريقه بطيئه بيتار معناتها سيرشارج عليه معناتها مشكله كبيره 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 كبيره. لكن هي شو نطالبوا يلزم ينزلوا يدخلوا السلطات مش الجهويه حتى السلطات في تونس كونوا يحلوا هالمشكله نتاع السبيطار يجيو يحلوا المشكله معناتها المشكله غادي ما فما حتى حد قاعد يتحرك باش يصلح المساله هذه. نقول احنا في مجتمع احنا في جمعيه مهديه تواصل تبعنا ودزينا وعملنا مو ذاك علاش نسال فيك انا سي اسكندر، نعرف اللي انتم اقرب من احنا دونك نحب نفهم من عندك انت اليوم وقت اللي نقولوا اون كونستات لو بروبليم الكلنا اون بو كونستاتي لو بروبليم الكلنا راهو، لكن الناس اللي عندها القرار اللي عندها السلطه اللي عندها الامكانيه اللي عندها الرؤيه هي اللي تنجم تلقى حلول. هذاك شو معناتها زاد المسؤوليه انه نلقاو حلول، علاش ما نتبوؤوا مكاننا من المسؤوليه باش نلقاو حل للناس اللي يقولون راه فما مشكل فماش اليوم حلول. اكزاكتوم الحلول شنو هو الحلول وقت اللي نتكلموا ونقولوا راهو هذا المقاول يكمل في الوقت نتاعو والاتيود هذه لازم تكون مريق لما يطلش بعد المقاول في الخدمه نتاعه وقت اللي الفلوس تبدا موجوده لكن ما بدات ما تنجمش باش ما تعطلش المقاول وسيت فيت لقيتها الشين كامله مربوطه بعضها راهو كيستيون دو كورديناسيون مدام راهو لا اكثر ولا اقل. وعلاش الحلقه الابسط اللي هي لا كورديناسيون على خاطر الباقي الكل هو اللي صعيب، علاش وقت اللي الحلقه هذيك البسيطه هي اللي ما نجموش نقدوها شو اللي يمنع؟ اكزاكتومون هنا ما نعرفش يجي يقول لك عندنا مشكل نستناو في اليوتيوب، عندنا مشكل نستناو في الفلوس عندنا يا لو كيسكون في نقعدوا قاعدين ومكتفين يدينا، ما لازم تخدم الخدمه. وحاجه ثانيه وقت اللي نقولوا احنا باش يطيح على كان باش نصلحوا قداش الكوم نتاعو والوقت نتاعو في حكايه التطيح، وكان لازم باش نبنيو حاجه اكوتي جديده ويقعد القديم ومن بعد تطلع جديد ونمشيو باريتاب مثلا نجمو ما نقعدوش نصلحوا القديم اللي ممكن انت تجي تحفر 2 متر يلزمك تغرق على الاقل 4 متر باش تخلص السادس. ايه بالطبيعه بيان سور على الطاوله لازم يكونوا موجودين الخبراء اللي هم المهندسين اللي نجموا يقيموا لي ترافو هذوما اسكو سافو لا بين انه يكونوا فما دي ترافو نتاع رينوفاسيون والا نعملوا حاجه اخرى. هذا الكل زاد سي تكنيك معناتها والكل لازم يتعدى من عند الخبراء. باهي اسمعني اللي هو الموضوع راه موضوع كبير، كل موضوع الحقيقه في المهديه نجم يقعدوا فيه ساعتين، اما نحبوا ناخذوا فكره زاد نوصلوا اصوات المهدويه باسكو سي تري امبورطون انه كل مدينه نكونوا فيها مش جست نتعدي ونقولوا محلاها ومحلى تاريخها وكهو، اما نعبروا على الراي نتاع الناس زاد اللي موجودين غادي وهذا اللي نحبوه في ديونا فم بي. البارح احنا كنا في قبلي واليوم في المهديه، لكن فما مشكل مشترك بين هالزوز مدن هذوما اللي المهديه زاد ما عندهاش مسلخ بلدي. صحيح. كيفاش؟ هنا وقت اللي كان عند المسلخ البلديه صار معناتها الاكسبروبياسيون نتاع نتاع ارض المسلخ لصالح مشروع بن عياض هذا كل شيء، بعدها ما صار حتى شيء وقت الحاضر معناتها يخدموا دي بريفي وتعرف الظروف نتاع ما تعرفش عليه بريفي معناتها على حكايه الهيجين والحب هنا اشكاليه كبيره مدام لازمها البلديه هنا تحط امور لازم يلقاو حل للحكايه هذه. معناتها هو المسلخ موجود ما يخدمش ولا معناتينو استغلال هو تنحى كومبليتمون تنحى اساسا قاعدوا دي بريفي قاعدين فما قاعد بريفي براتيكمون يوم ما يربحوا يعملوا ولوج عليه شنو اللي قاعد يصير. هو مسلخ بلدي معناتها شنو يتعطى للبريفي؟ هو فما ناس اكشوالمون فما دي بريفي يربحوا حدهم ويسلكوا كل شيء، ما فماش رقابه اللي تنجم تقول واحد فهمت. معناتها الحاجه اللي على خاطرها يبدا فما مسلخ بلدي اللي هي الرقابه البلديه باش نضمنوا الصحه للناس وباش يتعدى قدام دي فيتيرينير وكل شيء، هذاك مش موجود. عاملين نقولوا احنا لوكال هاوكا يذبحوا فيه وبر اكزاكتومون
اللي يسمعوا فينا من المهدية السلطات الجهوية والسلطات الوطنية، ونحكيوا على مشاكل موجودة ونحكيوا فيها، نحبوا راو المهدية تتحسن ونحبوا زادا نوصلوا أصوات المهدوية. يقول لك هيت هذوما راو مشاكل بازيك، حاجات نورمالمون ماهيش طموح نتاع مواطنين، هذا العادي، هذا النورمال لازم يكون موجود، ما لازمناش حتى نطمحوا له، لكن للأسف لازمنا على الأقل نوصلوه ما دام المشاكل هذه موجودة. به خلينا نكمل معاك بالنقطة هذه. مشروع تاي نتاع صبخة بن عياضة في المهدية مشروع كبير في الولاية، لكن برامو برشا تعطيل زاد، وشنو هو المشروع بالضبط للناس اللي عمرها ما سمعت به؟ مشروع بن عياضة هو ست ميجا بروجي بكل صراحة، معناتها اللي صارت فيه تحضير الأرض وتهيئة البنية التحتية نتاع ومشي تعمل شنو بشي تعمل في بن عياضة اكتوالمون، إذا حتى شيء ما هو شو اللي صاير فيك، يعني سوسيتي ديتود تعملت قاعده تخدم هي بكل صراحه، معناتها يحضر في الدوسيه، فما تقريبا حكايه 5% ولا حاجه اكسبروبياسيون من ذات ما تعطاتش للناس، لما تصف الامور العقاريه اللي تفاصيل. دوزيام شوز صارت ايتيود نتاع البروجي ديتيود شنو نجم يتعمل غاديك، لكن هنا لازم اون كونسلتاسيون تصير للسيتويان تاع المهدي، شنو يحبوا المهدي، شنو نقسم، باش يكون هالبروجي هذايا معناتها قاطره باش تعمل ديفلوبمون نتاع الوحده كامله نتاع الولايه، معناتها مربوط بولايه كامله مش في مدينه المهديه. دونك مازال فترين معناتها قعدت مده بعد الثوره وبعد الواحد، وتوا معناتها تنجم تقول ماشيين بشويه بشويه، خاطر برشا عراقيل وبرشا حوايج اللي جاوا مستثمرين شافوا طلوا ما لقاوش حاجه اللي شنو نحبوا نعملوا، شنو لازم يتعمل كيفاش باش تعمل هالبروجي هذا على طريق بي في بي ولا حاجه، او نستنى برشا فلوس يا سي اسكندر. انا نسمع فيك وحسيت الضبابيه الكل اللي موجوده في هالبروجي هذا، وانا نسمع فقط في هالجمل هذوما، معناتها اكزاكتومون معناتها ما حدش، انا بالذات نتبع في هالبروجي هذا، خاطر في رؤيه قدمتها للشركه وقدمتها للناس اللي كاين هنا في المهديه باش على الاقل تعاون شويه لنا، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتبع وان شاء الله تمشي الامور وداكشي نقولوا يا رب، ان شاء الله ربي يسهل المهديه تستحق تستحق. مشروع بن غياضة مربوط بالديشارج بيبليك اللي قاعدة تلوث المهدية، كيفاش تعمل مشروع كبير صحيح وانت موقع لديشارج هذيك مازال مش محدد بالضبط. به انا سؤالي الاخير ليك سي اسكندر، الناس يسالوا على البورت القديم اللي نورمالمون يكونوا فيه دي ترافو، تكون فيه اشغال التهيئه نتاعو، الاشغال هذيا متعطله من عمناه والحسب ما يقولون في المهديه، شنو هو الحكايه؟ علاش معطله الساعه؟ انت عندك حاجتين، هو عندك حكايه الديبوليسيون نتاع الواحد نتاع البورت مسخ برشا باش ينظفوه وحدات كل شيء، وعندك التكبير نتاع البورت الثاني اللي لاصق البورت القديم، معناتها بهيت نبداو بالنظافه ساعه ما وصلناش في حاجه. بالنظافه مازال فما اونجان جابوه من ايطاليا باش ينجموا يخدموا كل شيء، لكن ما سمعت شيء. معناتها لونجان يجي والله والله يا سي اسكندر، هذايا انا اللي صعيب على عقلي اني نفهم، وقاعد نسمعوا في كل المدن راهو اللي نمشيو لها توا يقول لك الصعيب موجود، معناتها لي فون انو ان اونجان باش مخصص باش ننظفوا البورت موجود، لكن البورت مش قاعد يتحسن، مش قاعد ينظاف، ما هو السبب؟ علاش نتحرموا من انه نمشيوا البقعة نظيفة؟ راهو مش على خاطر مدينة سياحية ولا مش سياحية ولا سياح، احنا كتوانسة نستحقوا انه نكونوا في بلاد نظيفة، انه نعيشوا في نظافة، انه نعيشوا في تهيئة باهية، معناتها انا الحقيقة ما نجمش نفهم، خاصة كي نعرفوا انه الصعيب يتعمل اللي هما الحاجات اللي لازمها امكانيات مادية كبيرة، نعرفوا تونس ما عندهاش برشا امكانيات، هذاك علاش نقولوا الصعيب يتعمل، ونجيو في لي كورديناسيون وليكزيكيسيون واستراتيجي والرؤيه، ونقعدوا احنا ما نتموش هذا به، هذا البرت والتنظيف نتاعو ماهوش حاصل، حتى كان لونجان اللي جابوه من ايطاليا وصل، التكبير نتاع البرت الاخر شنو وين وصل؟ مازال فما لونتربريز ابارامون بروبليم، ممكن فايت تاع لونتربريز ما كملتش البرت نتاع التكبير التوسع نتاعو، جبد هالموضوع برشا مرات وكل شيء. معناتها شركة خذت الأشغال تاع تكبير البورت وبعد اكزاكتومون بعد فلس قعدت الأمور مازالت فوالا يعطيك الصحة ستاند باي الأمور، وإن شاء الله يصير ديماراج في الحكاية هذه. أنت عندك حاجة أخرى نقولها لكم ونفكركم فيها، سيكو أن 2019 صار مجلس جهوي هنا في المهدية مع واحد، وقرروا باش يعملوا تصير إتيود على انستالاسيون دان كي دو كروازير في المهدية. ايتود باش تصير جوسكا من 2019 جوسكا ميتون
الدوسي ما خرجش من هنا واقفه الامور. ولكيذكر وقت اللي يقول لك يذكر زي مدام مهدي والحاجات اللي فيها تاريخيه وكل شيء معناتها الباز موجوده وباش نعملوا ايتود باش نشوفوا الفيزابيليتي نتاعها وكل شيء ولو اقر اقر كون تصير ليتود ويصير انكيت كروزي في البحث في 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 مدينه المهدي. مع الاسف زاد كيف كيف هذه مشكله اخرى قاعده تونا استانس وزاره النقل ما عملوا حتى شيء الولايه هنا زاد كيف كيف أغواخ اللي فما حاجات بالحق العبد فيهم برشا نقاط استفهام وذلك علاش احنا اخترنا في البرنامج هذايا انه زيد نوصلوا اصوات المدن الكل اللي نمشيو لهم. احنا اليوم في المهديه حتى نص النهار وقعد اسمعنا سي اسكندر نحكيو على المهديه الولايه كلها حتى نص النهار وانه نوصلوا زيد مشاغل المهدويه ونوصلوا الصوت نتاعهم باش كل المعنيين بالامر كل السلطات المتداخله هي اللي تنجم تتدخل مباشرة وتلقى حلول للشيء هذا. دونك احنا اللي قاعدين نعديو فيه ونسمعو فيه مهم جدا أنه زاد السلطات المعنية تسمع. احنا نحييو صديقنا شمس اللي هو من المهدية ويسمع فينا ديما إن شاء الله ربي يبارك لك يا شمس ديما ديما ديما. وتحية دايوغ للمهدوية الكل اللي قاعدين يسمعوا فينا من تونس هما أصلهم المهدية ويعيشوا في مدينة أخرى وإلا أصلهم المهدية ويعيشوا في أي بقعة في العالم. وفرحانين برشا اليوم نحكيو على المهدية وعلى الذكريات متاعهم في المهدية هالمدينة الجميلة اللي باش نحكيو عليها بعد شوية. نحكيو على اللهجة متاعها الكلمات اللي فما في المهدية الصنعة اللي ما فما كان في المهدية زادة. نحكيو على الأماكن اللي تنجموا تزوروها الحاجات المعروفة لكن زادة ثنية جديدة اللي تنجموا تمشيوا فيها وقت اللي تزوروا المهدية. نحكيو على الناس اللي تحرك في عجلة الاقتصاد. نحكيو زادة على الكوجين نتاع المهدية. هذا الكل شوية آخر في ذوق 24 خليكم معنا رجعين.